السلام علیکم. دعائیں عاشورہ پڑھنے کا طریقہ: دو رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف پڑھے. سلام پھیرنے کے بعد 9 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات میں اس کو پڑھے, اور اس کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے جو ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں, سب مل کر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا قابل یا قابل توبت آدم توبت آدم یوم عاشورا یوم عاشورا یا جامع یا جامع شمل یعقوب شمل یعقوب یوم عاشورا يوم عاشورا يا مغيث يا مغيث ابراهيم ابراهيم من النار من النار يوم عاشورا يوم عاشورا يا مجيبا يا مجيبا دعوة صالح دعوة صالح في الناقة في الناقة يوم عاشورا يوم عاشورا يا فارجا يا فارجا كرب ذي النون كرب ذي النون يوم عاشورا يوم عاشورا يا سامعا يا سامعا دعوة موسى وهارون دعوة موسى وهارون يوم عاشورا يوم عاشورا يا رافعا يا رافعا إدريسا إدريسا إلى السماء إلى السماء يوم عاشورا يوم عاشورا ناصرا يا ناصرا سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوم عاشورا يوم عاشورا يا رحمن الدنيا يا رحمن الدنيا والآخرة والآخرة ورحيمهما ورحيمهما صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين جميع الأنبياء والمرسلين وقضي حاجاتنا وقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا وأطل عمرنا في طاعتك في طاعتك ومحبتك ومحبتك ورضاك ورضاك وأحينا وأحينا حياة طيبة حياة طيبة وتوفنا وتوفنا على الإيمان على الإيمان والإسلام والإسلام برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اللهم بعز الحسن بعز الحسن وأخيه وأخيه وأمه وأمه وأبيه وأبيه وجده وجده وبنيه وبنيه فرج عنا فرج عنا ما نحن فيه ما نحن فيه. اس کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں: سبحان اللہ سبحان اللہ ملء الميزان ملء الميزان ومنتهى العلم ومنتهى العلم ومبلغ الرضا ومبلغ الرضا وزينة العرش وزينة العرش لا ملجأ لا ملجأ ولا منجأ ولا منجأ من الله من الله إلا إليه إلا إليه سبحان الله سبحان الله عدد الشفع عدد الشفع والوتر والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى وصلى الله تعالى على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات عدد عدد ذرات الوجود ذرات الوجود وعدد معلومات الله معلومات الله والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.